مرحبا بكم. يبلغ إجمالي عدد البشر في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 5.7 مليار شخص، وقد أكدت دراسة أن عدد سكان الكوكب سوف يبلغ ذروته في عام 2050 حين يصل إلى 10 مليارات شخص. هذا بمثابة أمر كارثي، حيث يزداد سكان العالم بمعدل 83 مليون شخص كل عام، أي ما يعادل سكان ألمانيا بالكامل. ولتوفير مواد غذائية كافية لإشباع هذا الكم من البشر، يتطلب من القطاع الزراعي مضاعفة إنتاجه الحالي للأعوام الأربعين القادمة، وقد يتطلب الأمر مضاعفته 3 مرات بعد ذلك. ولكن هل بإمكان موارد كوكبنا المحدودة إنتاج هذه الكمية المناسبة من الغذاء للبشر؟ وما هو أكبر عدد للبشر يمكن أن يعيشوا على كوكب الأرض؟ بما أن الكوكب محدود الموارد، فهو بالطبع سيسع عددا محدودا من البشر. هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم معا في هذا الفيديو، فتابعونا. ولكن أولا مشاهدين الكرام، دعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. هناك العديد من الكوارث التي من الممكن أن يفتعلها الأشخاص بأيديهم، ومن بين هذه الكوارث هي نقص الموارد وزيادة عدد السكان والأمراض وارتفاع درجات الحرارة حول العالم. كل هذا من الممكن أن يجعل عالمنا يتحول إلى ثقب أسود خطير. هل يمكننا المعيشة على الكوكب لفترة طويلة دون أن نتعرض لأي مشاكل؟ إلى أي مدى يمكننا القيام بعمل هذا الشيء؟ من المعروف أن السكان في تزايد مستمر حول العالم، فعلى سبيل المثال، ما الذي سوف يحدث لو أصبح كوكبنا يعيش عليه أكثر من 100 مليار شخص؟ هذا يعني أن الموارد لن تكفي من يعيش على الكوكب، كما أن الأمراض ستزداد وتنتشر بطريقة مخيفة حول العالم. كما أن المنظمة العالمية للقضاء على السرطان تؤكد أن هذه الكارثة سوف تجعل المرض يزداد بطريقة مخيفة، بالإضافة إلى أن الفيروسات والأمراض سوف تنتشر بطريقة سريعة للغاية، بالإضافة إلى أن هذا سيزيد من نسبة انتشار التيفود والأمراض القاتلة، كما أنه كلما ازداد معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء كلما أصبحت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة وانتشار. أوضحت إحدى الدراسات في عام 2009 أن كل طفل يولد على مدار حياته يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون بمعدل 9500 طن في الغلاف الجوي. كما أن النباتات والمحاصيل الزراعية لن تكفي لنا، وهذا يعني أن الكثير من الناس سوف يعانون من الجوع الشديد. كما أن مختلف الكائنات البحرية التي تعيش معنا في البحار والمحيطات سوف تتعرض للوفاة لعدم توافر الطعام اللازم لها. الحيوانات البرية سوف تعاني بشدة لنقص الموارد، والتي سوف يجعلها في النهاية غير قادرة على إنتاج اللحوم والألبان. وفي النهاية هذا سوف يؤثر على هذا العدد الضخم من السكان في العالم، حيث أنه لن يستطيع أي شخص الحصول على البروتين اللازم الذي يساعده على اكتساب الطاقة اللازمة له في حياته، بالإضافة إلى أن المياه سيقل مستواها وكميتها في البحار والأنهار، هذا شيء لا يتحمله أي إنسان. أوضحت العديد من المنظمات أن أكثر من مليار شخص حول العالم غير قادر على الحصول على المياه اللازمة له في حياته. هذا ما يعني أن زيادة العدد سوف تجعل الكثير من الناس يواجهون هذا المصير الصعب، ومن المفترض أن هذا الشيء سوف يجعل الكثير من الناس يعانون من العطش، هو الأمر الذي سيدفعهم كثيرا إلى الحروب من أجل الحصول على المصادر اللازمة للطعام، كما أن هذا سوف يجعل الكثير يعانون بشدة. هذا يعني أن مصير العالم سيكون صعبا للغاية، كما أنه لا يتمكن أي شخص من إيجاد مكانا مناسبا للمعيشة على هذا الكوكب. هذا يؤكد على أن كل شخص لا يتمكن من تحمل هذا الشيء نتيجة لصعوبة الحياة في ذلك الوقت. وبالرغم من أن هناك الكثير من المناطق الغير آهلة بالسكان، إلا أنه حتى بعد هذه الزيادة العددية لا يتمكن كوكب الأرض من استيعاب كل هؤلاء الناس بحرية. دعونا نقول أن كل شخص يعيش في مساحة 165 سنتيمترا فقط، ولو افترضنا أن كل إنسان يعيش فوق الآخر، هذا سوف يجعل الناس قادرون على أن يصلوا للفضاء الخارجي وهم من على سطح الأرض. كما أن هذا الشيء لن يجعل الإنسان قادرا على الحصول على الهواء المناسب له للمعيشة على هذا الكوكب، هذا يعني أن نسبة الأكسجين سوف تقل بنسبة كبيرة. هذا سوف يعرض حياة كل شخص حول العالم إلى الوفاة على الفور. يقال أن مساحة الكوكب بالكامل تصل إلى 510 مليون كيلومترا مربعا، ولو حاولت أن تجعل كل هذا العدد يعيش على الكوكب، فهذا يعني أن نسبة السكان سوف تصل إلى نسبة لا يتحملها الكوكب. هذا يعني في النهاية أننا سنكون في حاجة لكوكب آخر أكبر من هذا الكوكب الذي نعيش عليه، حتى نتمكن من المعيشة عليه بسلام دون أي مشاكل. حتى يقال أن الكثير من الناس سيضطرون للمعيشة في القارة القطبية الجنوبية، هناك لا يتمكن أي شخص من تحمل الظروف البيئية الصعبة.
بالإضافة إلى أن هذا العدد الهائل سيجعل وزن الكوكب يزداد بطريقة مخيفة ولا يتحملها أي شخص، كما أن الكتلة حينها سوف تزداد بشكل هائل. ولهذا أكد العلماء على أن القدر الذي يتحمله كوكب الأرض يصل إلى ما بين 9 إلى 10 مليارات شخص فقط. أوضح إدوارد ويلسون في كتابه الشهير مستقبل كوكب الأرض والحياة أن الغلاف الجوي في حالة تغير دائم، وأن المياه والطعام المزروع لا يتمكن من أن يكون كافيا لكل من يعيش على كوكب الأرض. هذا يعني أنه لو كل الناس شربت كمية قليلة من المياه، ولو أن الناس أصبحوا نباتيين فقط، فإن هذا الكوكب سيكفي ما بين 9 إلى 10 مليارات شخص لا أكثر. في الوقت الحالي أكثر البلدان الأهلة بالسكان هم طوكيو ودلي وشنغهاي ومومباي وساو باولو، وعدد السكان فيهم يتراوح إلى 20 مليون شخص في زيادة سنوية مستمرة. هذا يعبر عن مدى صعوبة الحياة في هذه الدول. يقال أنه حول العالم يولد 250 طفلا كل دقيقة. هذا يعني أنه مع مرور الزمان سوف تزداد نسبة القمامة، وسوف يصبح التعليم أمرا صعبا وربما من المستحيل، وذلك لعدم تمكن أي شخص من معرفة كيفية تجاوز هذه الأزمات وكيف يمكن لنا المعيشة في هذه الظروف الصعبة التي سوف تجعلنا نحاول البحث عن حلول لها، ولكن لن نتمكن في النهاية من هذا الشيء. الأمر المؤكد أنه في يوم من الأيام سنضطر إلى مواجهة هذا المصير الصعب الذي سوف يودي بنا جميعا في النهاية إلى الهلاك. ولكن بالرغم من أن هذا هو ما يتنبأ به العلماء، إلا أن الكثير من الناس يأملون أن يتغير هذا المصير ولا نتعرض لهذه الأزمات في الواقع في المستقبل القريب. لهذا تحاول الحكومات توفير مخزونا من الطعام وتوعية الناس بضرورة عدم الإنجاب بكميات كبيرة حتى لا يتعرض كوكبنا وعالمنا لهذه الكوارث البيئية الخطيرة في يوم من الأيام في مستقبل هؤلاء الأطفال الذين سنتركهم بمفردهم بهذا الشكل المخيف دون أن يتمكنوا من مواكبة هذا العالم بكل ما فيه من مشاكل. والآن فلنطرح تساؤلا آخر: كم عدد البشر الذين عاشوا على الأرض منذ بدء التاريخ؟ يبلغ متوسط عمر الإنسان حوالي 79 عام، ما يعني أنه في كل 100 عام يموت جيل ويولد جيل آخر. ووفقا لموقع ورلد أتلاس فقد ولد على الأرض حوالي 108.2 مليار شخص، ويعني هذا الرقم المهول أن عدد الأموات يفوق عدد الناس الذين يعيشون حاليا ب14 ضعف. وعلى مدار السنوات تغيرت الأرقام المتعلقة بالبشر ارتفاعا وانخفاضا بناء على عدد العوامل الحاضرة في وقت محدد من التاريخ. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.